محطتنا الأخيرة. أكيد نرمين محطتنا الأخيرة، أكيد فيها قسم كتير كبير من الأهمية وأسئلة كتير للصبايا. اليوم رح نحكي عن أكيسات المبيض أو المبيض متعدد الكيسات، شو الفرق بيناتهم، كيف طريقة علاجهم، هي الأسئلة. وكتير رح يجاوبنا عنها الدكتور أكرم الأحمر الأختصاصي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. بك يا صباح الخير. ميت أهلا وسهلا فيك. هاي نرمين صباح النور. بداية خلينا نحكي ونعرف المشاهدين هذا المرض الشائع اللي كتير منشوفه عند صبايا، مرض المبيض متعدد الكيسات، خلينا نتعرف عليه. الحقيقة هو في كتير خلط، يعني هلأ من سؤالك ومن مقدمة فرح في كتير خلط. الأكياس على المبيض ومبيض متعدد الكيسات. تمام. هلأ بدي أوضحها هاي النقطة. المبيض متعدد الأكياس هو قلنا المبيض بيكون هيك وفي جواته دويرات مرصوصة جنب بعضها، أكياس صغيرة بتكون 4-5 ميلي 6 ميلي ماكسيموم بتكون مرصوصة كتير، تسيء لوظيفة المبيض يلي قلنا نحن هي من شقين غالبا، يعني أكتر وظيفتين للمبيض يلي إنه هو يستقبل وينتج هرمونات تؤدي إلى ظهور دورة الشهرية بنهاية كل شهر وإنتاج بويضة بمنتصف الدورة الشهرية. هاي PCO البوليسيستيك أوفري سيندروم، المبيض متعدد الأكياس يلي بيختلط بموضوع أكياس المبيض أو كيسة، أم خلينا نسميها بتبسيط هيك كيسة على المبيض يلي قد يصل أحجامها ل 7-8-10-15-20 سنتيمتر أوقات، ويلي قد تختلط ببعض الأورام وقد تختلط ببعض الالتهابات، ببعض الاختلاطات بتصير كتير، موضوع مختلف تماما عن PCO مبيض متعدد الأكياس. نعم. يعني كمان دكتور إذا بدنا نحكي عن المبيض متعدد الكيسات خلينا نحكي عنه بشكل تفصيلي أكثر. اليوم كيف بينشأ؟ هل هو ممكن يكون خلقي؟ كتير من نسمع نحن أنه ممكن هي من الأفكار المغلوطة أنه ممكن يكون خلقي بيخلق مع الأنثى بمجرد ولادتها، هل هذا الشيء صحي؟ شكرا فرح كثير سيدتي على هذا السؤال، لانه هو من المفاهيم الشائعه والخاطئه، ويلي كمان بعض الاطباء ممكن انه يعني يتعاملوا مع هذا المفهوم شان يريحوا راسهم شوي من النقاش والجدل مع المرضى. هو الحقيقه انه بيخلق مع البنت الانثى من وقت ولادتها؟ لا، هذا ما بيخلق. بمعنى انه اذا بنجيب بنت انثى هلا خلقت، ولا وحده عمرها بنت بنوتي عمرها 5-6 سنين ولا عمرها 10 سنين وبنشوف عندها انه مبيض المنظر الوصفي لمبيض متعدد الاكياس يعني قبل البلوغ، بنقول انه هذا خلق معها؟ لا، هذا ما هو موجود على الاطلاق. ولكن قد يكون بعض النظريات تقول انه قد يكون هنالك استعداد موجود عند الأنثى وهي حتى جنين ببطن أمها، استعداد خلينا يكون واضح بهالنقطة إن عفوا تصاب لاحقا أو يصير معها لاحقا مبيض متعدد الأكياس. نعم. طيب دكتور، كونه مثل بالبداية أنا فرح حكينا عن مرضين هنا حتى يعني متقاربين أو بيشبهوا بعض بالاسم، سواء إذا حكينا مبيض متعدد الكيسات أو أكياس عن مبيض، يا ترى بيختلفوا بالأعراض؟ تماما بيختلفوا بشدة بالأعراض. أوكي طيب، هلأ منشوف أوقات، خلينا نحن هلأ نفترض أنا وياكم بالاستوديو جينا لقطنا 100 بنت هلأ ماشي بالطريق وجينا عملنا لهم إيكو للمية. إذا بدنا نحكي عن مبيض متعدد الأكياس ممكن نلاقي عند حوالي 35% منهم عندهم المظهر الوصفي مثل ما قلنا مبيض وفي جواته دويرات صغار 5-6 مليمتر مرصوصين جنب بعضهم، هذا مبيض متعدد الأكياس. جزء منهم قد يكون يشتكوا من الأعراض عرضيات بنسميهم، وجزء منهم لا عرضيات. أوكي طيب، هلا من هالمية هدول ذاتهم اللي عملنا لهم الإيكو سواء بين بنات أو سيدات باي ذا واي، يعني إنه منشوفهم بنعمل لهم إيكو منلاقي عندهم حوالي 10-12% عندهم كيسة مبيض بقى يلي قد يختلف حجمها من 3-4-5 سنتي، هناك عم نحكي 5-6 مليمتر، 4-5 سنتي لقد تصل ل10-12-20 سنتيمتر كيسة مبيض. هلأ هون معناتها بهي الحالة إذا بدي أحكي عن ناحية الأعراض، في منهم يكونوا لعرضيات بكلا الحالتين. هلأ نحن بده موضوع PCO مبيض متعدد الأكياس لأنه موضوع متجدد دائما بده حلقة لحاله، هذا أكيد. فهلأ منقول نحن بالمقارنة هيك مشان نقارب الصورة إنه قد يكون كلا الحالتين لعرضيات. بمعنى بتروح البنوتة أو السيدة عند الدكتور بهضمية أو كلية أو لأي سبب عم تعمل إيكو تشيك أب عم تطمن على حالة، بيقلها روحي راجع دكتورك النسائي عندك كيسة مبيض قد يكون حجمها 5-6 سنتي وبدون أي أعراض، وقد تكون
إلى أعراض هلأ رح نحكي عنها اللي هي ممكن تكون حس ألم مثلاً إذا كيسة مبيض يمنى أو يسرى، إنه في ألم أسفل البطن ولكن غالباً متوجه باتجاه الجهة اللي فيها الكيسة. أوقات حس انزعاج، بس حس انزعاج إنه أنا مو مرتاحة حكيم، ما بعرف شو صاير معي، في شيء عم ينغزني هون، هيك يعني تعبير مبهمة بمعنى ليست واضحة. طيب هلأ هذا إذا صار عنا بس من ناحية الألم تبعها، أما وشو ممكن نشوف؟ مثلاً ممكن نشوف إنه اضطراب دورة شهرية عندها، في منهم وجود كيسة مبيض. هذا الشيء ممكن يصير مع الحالتين دكتور، المبيض متعدد الحساسية مع البسي أو مع المبيض متعدد. ما عم نحكي الشيء المشارك اللي المتشاركين فيه والشيء المختلف. هلا بنشوف بس اضطراب دورة شهرية، وشوفي كمان حتى بهذا العرض شو ممكن نشوف، نلاقي اختلاف، بنلاقي بنت أو سيدة عندها كيسة مبيض تقطع الدورة. بتغب الدورة إذا السيدة بتفكر حالها حامل. تمام؟ طيب إذا بنوتة لا قطعت الدورة وما عارفانة ليش. في منهم نقيض تماما، تلاقي اجت الدورة هلا ضلت 5-6 ايام عليها، نطفت لها يومين ثلاثة ردت مشحت عليه ردت اجت الدورة تاني، هو بيكون السبب كيسة المبيض. يعني شوفي تناقض مطلق نرمين وفرح بموضوع الأعراض بهي الحالة. طيب مشان هيك انه المتابعة هي الأساس اللي بتحكم هي الموضوع. بنلاقي أوقات شوية غثيان، نلاقي شوية لعية خفيفة، هي ممكن تصير بالاختلاطات. نلاقي أوقات عسرة بالعلاقة الخاصة بين الزوجين، هو في شوية نغزة شوية ألم عم تسلى عنها البنت أو الست. بنتقي السيدة المتزوجة بوقت العلاقة الخاصة بصير في عندها ألم مبرح بسبب وجود كيسة المبيض أثناء العلاقة هي. طيب هلأ هي لما نحكي الأعراض بشكل عام، هلأ نحن في عنا هون اختلاطات. شو أعراض الاختلاطات؟ بمعنى إذا عنا كيسة مبيض حوالي مثل ما قلنا 6-7 سنتي 10 سنتي وممكن توصل لأكثر بالمناسبة، منلاقي أنه دخلت بأحد الاختلاطات اللي هو أنه طقت كيسة المبيض بالبطن، نسميها فجرت كيسة المبيض. ياما سمعانينا نحن يعني حتى لو ما أنا أطباء بمجتمعاتنا أنه والله هالبنت ما كان فيها شيء، صرخت وجع بخاصرتها، فكرنا بخصة، فكرنا زايدة، طلعت كيسة مبيض طاقة ببطنها. أو بتلاقيها فتلت هي والمبيض. مع الشغلة بدي ركز عليه إذا بسمحوا لي سيداتي، يلي هي نقطة هامة جداً، نسيج المبيض هو بالنسبة إلنا كأطباء نسائية وكسيدات وهيك هو يكاد يكون نسيج نبيل. فلذلك أي إجراء بدنا نعمله سواء كان دوائي ولا جراحي وا وبالتالي هذا ينعطف على شغلة قلت قبل شوي، إنه ما نوصل للاختلاطات. نعم. إنه الحفاظ على نسيج المبيض أو على الأقل على أكبر قدر ممكن من نسيج المبيض. بمعنى برجع للاختلاطات، إنه إذا طقت بالبطن أوكي صارت عملية جراحية إسعافية بغالب الحالات، شو ما بدنا نعمل بدنا نحافظ على المبيض. إذا فتلت هي والمبيض يكون المتابعة سريعة جدا قبل ما يختنق المبيض ونضطر لاستئصال الكيسة والمبيض وقتها سوا. فلذلك هون بنستأصل الكيسة فقط. هلأ بنحكي إمتى مستأصل وإمتى ما مستأصل. فإذا عنا أعراض بتخص الكيسات بشكل عام، عنا أعراض تخص الاختلاطات يلي قد تكون إنذارها سيء بهي الحالة. نعم. يعني دكتور نحن عم نحكي عن حالة انفجار إذا بدنا نقول. إيه. انبثاق أو انفجار. نعم. تماماً. خلينا نحكي هذا الشيء طبعاً بيصير بالحالتين. أنت يعني في بعض الأطباء بيقولوا إذا ما أنت عم بتشوفي إلك أعراض تركيهم بيروحوا لحالهم. هيك نحن أوقات بنسمع هذا الشيء. لا للمبيض متعدد الأكياس. نعم. حتى هي نحن قلنا إنه خاطئة بحلقات تماماً. سابقة ورح نوضحها بحلقات. تماماً هذا المطلوب دكتور. إنه هلأ نوضح إنه نحن قديه نحن نهتم بحالنا خطوة بخطوة. حالة إنه بيروح لحاله يمكن ما في شيء بيروح لحاله بدون علاج أو ننتبه على حالنا أكثر. فرح اسمحي لي بشكرك أنت ونرمين وفريق الإعداد كتير على هذا السؤال المهم، لأنه هذا بيأكد قديش نحن بحاجة للتوعية الصحية. وقديش إن شاء الله نكون عم نقدر نوصلها. طيب هلا خليني اقول انه عندنا كيسة مبيض، هلا فحصنا وحده جاي عندها شويه اعراض، فحصناها خربطة دورتها شويه الم بلا 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 مثل ما حكينا. طيب اوكي فحصناها لقينا كيسة مبيض 5-6 سنتيمتر. لحسن الحظ خليني اقول معلومات، غالبا ان شاء بتروح لحالها، ولكن اوعكم تتركوها بلا مراقبه. تمام. العواقب بتكون لا سمح الله. ندخل بالاختلاطات، قد ندخل بالاختلاطات وقد نخسر من وقتها نسيج مبيضي كامل، يعني كامل او ثلاث ارباع مبيض نخسره، ونحن ما بدنا نخسر نسيج مبيضي. ارجو انه نوضحها انه التارجت تبع الدكتور انه ما يخسر نسيج مبيضي او مبيض لاي انثى كانت. نعم. تمام؟ اذا بشوفها ايه؟ بنقول لها بنطمنها انه غالبا بتروح لحالها.
مع المعالجة يلي ممكن نعطيها، نحن ممكن نضطر لمعالجة 6 إلى 8 أشهر وفعلا بناخذ نتائج بدون ما نتداخل جراحيا، تمام، سواء بالتنظير او فتح البطن. هذا لما عم نحكي نحن عن كيسات المبيض، الكيسة المصلية الوظيفية. بعض الكيسات الثانية أنواعها لا، هذيك مثل كيسة الأندومتريوز بطانة الرحم الهاجرة، هي بدها حلقة لحالة، والكيسة العجائبية يلي بدها فعلا موضوع حلقة لحالة لأنه التكات عم تصير شائعة أكثر واختلاطاتها جدا مرعبة. بدي أقول معلومة بسيطة بالمناسبة، بمعدلات القبول بأمريكا لكل بنت أو سيدة من أصل 1000 حوالي 400 بيراجعوا مرة بالسنة المستشفى لشيء ما يتعلق بكيسات المبيض. نعم. عرفتي كيف؟ نعم. فإذا نسبة انتشارها عالية، لحظنا الحظ نسبة تحولها للخباثة أو أنه هي تكون خبيثة لحسن الحظ وبشدة أنه هي نسبة نادرة جدا. فلذلك منلاحظ لما نشوف كيسة مبيض على الإيكو أنه نحن منشوف في عنا علامات تنذر إن شاء الله بالسلامة، يلي هي مثلا كيسة حدودة واضحة وحيدة ما أنا محجبة بداخلها، يعني ما أنا محجبة أو ما أنا مقطعة بحجب داخلها، عدة مساكن، أنه هي تكون مسكن واحد ملسة منشوفها، ما أنا ملتصقة أو شيء مع بقية الأحشاء، يعني منشوفها أثناء الحركة على الإيكو منقول إن شاء الله علامة السلامة. إن شاء الله ما نشوف كيسة تانية على المبيض التاني، إذا صارت بايلاترال ثنائية الجانب وفي شوية حجب تقريبا بنكون دخلنا بالمحظور بكيسات المبيض الخبيثة يلي إن شاء الله ما حدا بيشوفها على الإطلاق، لأنه هو هذا سرطان المبيض والقاتل الصامت عند النساء. أكيد. نعم. يعني الله يبعد المرض عن كل المشاهدين. وصلنا لختام مع الدكتور، لحقنا ما حسينا بالوقت. شكرا كتير لك لتواجدك معنا. بدي اشكرك مره ثانيه دكتور، دائما عم تعطينا معلومات كتير قيمه وتصحح بنفس الوقت افكار كتير مغلوطه. بدي اتشكر وجودك معنا. ميرسي لك فرح.